أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. قناة بلقيس تنعي مراسلها في عدن الصحفي أديب الجناني. ساعات عصيبة في عدن، موت موثق أمام العدسات. تقرير عن عاصمة سقطرى القديمة من قشبرس. البداية اليوم من الواقعة الأليمة التي تعرضنا لها أمس، حيث فقدت قناة بلقيس واحدا من أبرز مراسليها في الميدان إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار عدن الدولي. كان الزميل أديب الجناني يتولى تغطية الأحداث في العاصمة المؤقتة بحضوره اللافت وبعدسته التي لا تغيب عن تطلعات ومعاناة المدنيين وأهلها. نطالع من موقع قناة بلقيس. قناة بلقيس تنعي مراسلها في عدن الصحفي أديب الجناني، وقالت القناة في بيان لها إن استشهاد الزميل الصحفي أديب الجناني يعد خسارة كبيرة للقناة وللصحافة اليمنية. كان أديب مثالا للصحفي المهني الملتزم بالحقيقة والمصداقية. عمل الجناني خلال أكثر من 3 سنوات مراسلا صحفيا في محافظة عدن، نقل خلالها كافة الأحداث التي مرت بها المدينة والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وكان صوتا للحقيقة. استمر في العمل بعد إغلاق المجلس الانتقالي الجنوبي لمكتب القناة ومنع طاقمها من ممارسة العمل وتغطية الأحداث في المدينة. لفت البيان إلى أن قناة بلقيس دفعت ثمنا باهظا من أرواح الزملاء العاملين في الميدان، إذ أنه برحيل الزميل أديب الجناني تكون القناة قد خسرت 4 من أفضل المراسلين العاملين في الميدان. وعن أديب أيضا نشر موقع عدن الغد البيان الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين وعنوان الموقع: نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي مراسل قناة بلقيس أديب الجناني. ونعت نقابة الصحفيين اليمنيين مراسل قناة بلقيس بعدن أديب الجناني شهيدا في التفجير الذي استهدف مطار عدن يوم الأربعاء، وعبرت النقابة عن أسفها لهذا الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته عشرات المدنيين بينهم صحفيون تعرضوا لإصابات متعددة، منهم مراسل قناة اليمن الفضائية صادق الرتيبي. وقال بيان النقابة إن الحادث الأليم يأتي في إطار النزيف الدائم للصحافة منذ بداية الحرب التي فقدنا خلالها 38 صحفيا ومصورا منذ العام 2015، كما طالبت النقابة بالتحقيق في كل حالات القتل والانتهاكات التي طالت الصحفيين ومهنة الصحافة. زميلنا علي الجرادي مراسل قناة بلقيس في مأرب والجوف يكتب رسالة في وداع مراسلنا في عدن الزميل أديب الجناني والذي استشهد أمس في حادثة مطار عدن الدولي. إلى صديقي وزميلي المسجى ببياض المهنية والمصداقية والشجاعة الشهيد أديب الجناني، خسرناك وقد صرت هذه الليلة خبراً لا ناقل للخبر، وقبلك زملاء كانوا ثمنا للحقيقة: عبد الله قابل وعبد الله القادر ومحمد القدسي. خسرناك وكم هو قاس رحيلك يا أديب الجناني، أطفالك وأسرتك وأقاربك ينتظرون عودتك، لم يستوعبوا هذه الفاجعة. نحن أيضا زملاء العمل جميعنا مرتبكون وعاجزون عن الحديث، لا ندري من منا سيلحق بك. الأطراف جميعها تتربص بالعاملين في حقل مهنة الصحافة، المهنة التي شيعت الكثير من فرسانها خلال سنوات الحرب في اليمن. اغتالتهم يد الجريمة بدم بارد، رحلوا كما أنت، ووحده صوتك الأخير وذهولنا أمام الشاشة من بقي شاهداً على الجريمة. والآن وقد خسرناك يا صديقي، من يحمينا من الموت؟ نحن زملاؤك في الميدان، أظنه مصيرنا الواحد يا أديب. بدورها تابعت الصحافة العربية الهجوم الذي تعرض له مطار عدن، ونطالع من صحيفة العربي الجديد: ساعات عصيبة في عدن، موت موثق أمام العدسات. وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي قطع لحظات الاهتمام التي أبداها اليمنيون بعودة الحكومة إلى عاصمة البلاد المؤقتة في لحظة فارقة. تغير ما يتناوله اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت أنباء عودة الحكومة
قد أخذت مساحتها من النقاش بين متفائل ومتشائم وغير مهتم. في الساعة الواحدة والنصف تقريبا من ظهر الأربعاء كانت حسابات إعلاميين موجودين في المطار على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت معلومات حول انفجارات تهز المطارات، ما فتح المجال لتكهنات حول الجهة المسؤولة عن التفجير. ومع مرور الدقائق بدأت تتكشف المعلومات حول ماهية الهجوم الذي استهدف المطار، لكنها تضاربت بين القصف بقذائف الهاون أو بالصواريخ لتزيد من التخمينات على مواقع التواصل الاجتماعي. تضيف العربي الجديد: مع تسارع الأنباء حول الهجوم وجه مدونون أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي بمسؤولية الاستهداف من أجل عرقلة عودة الحكومة وإعادة تطبيع الحياة إلى مدينة عدن. قال مراسل الجارديان البريطانية في العاصمة واشنطن جوليان بورغر في تقرير بعنوان الولايات المتحدة أقرت بيع قنابل بقيمة 290 مليون دولار للسعودية، إن إدارة ترامب تسارع لبيع أسلحة لديكتاتوريات في الشرق الأوسط على الرغم من المعارضة بشأن سجلها في حقوق الإنسان. أضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت الثلاثاء على بيع قنابل ذكية للسعودية كجزء من صفقات أسلحة مثيرة للجدل لدول الشرق الأوسط من بينها مصر والإمارات والكويت. وذكر بورغر أن مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية يخطط لمقاضاة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسبب صفقة الأسلحة الضخمة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار، وتشمل أسلحة متطورة من طائرات دون طيار وطائرات شبح مقاتلة F-35. وقال المركز أن وزارة الخارجية فشلت في الوفاء بالالتزامات القانونية للموافقة على الصفقة ولم تهتم بتداعياتها على الأمن القومي الأمريكي والسلام العالمي. ذكر التقرير والذي ترجم لصالح البي بي سي أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أقرت يوم الثلاثاء بيع قنابل ذكية وذخائر ومعدات أخرى للسعودية بقيمة 290 مليون دولار، بالإضافة لصفقة مروحيات أباتشي للكويت بقيمة 4 مليارات دولار وأجهزة تصويب واستهداف متطورة للطائرات المقاتلة المصرية ونظام دفاعي ضد الصواريخ مخصص لطائرة الرئاسة المصرية. وركزت الانتقادات على الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن بمساعدة الإمارات، محذرة من أن القنابل التي ستحصل عليها من الولايات المتحدة سوف تستخدمها ربما في عملياتها العسكرية هناك والتي أدت إلى قتل مدنيين. بعد عقد مضى، هل ما زالت الثورات ممكنة؟ تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه. مر عقد على العالم العربي طافح بالأحلام والخيبات، كانت أفراحه قصيرة لكنها مكثفة، طوت عار عقود مديدة من الصمت وحطمت إلى الأبد الصورة النمطية التي اعتاد الآخرون رؤية الشعوب العربية من خلالها. على الرغم من أن الربيع لم يبلغ أوانه بعد، لكنه ظل معلقا أيضا، فلا الشعوب تريد تجاوزه ولا الأنظمة أسقطته نهائيا. ظل الربيع العربي العنوان الذي تتلهف قلوب الشعوب العربية له، بدليل أنه على الرغم من كل الألم الذي أنزلته قوى الثورة المضادة وعملاؤها الخارجيون بثورات الموجة الأولى، إلا أن الربيع عاد وازدهر في السودان والجزائر والعراق ولبنان، وأثبتت الأحداث في أكثر من مكان أن الربيع العربي مرشح للظهور حتى في بلدان لم يكن قد ظهر فيها سابقاً. وما حدث أن الثورة في العالم العربي ظلت المسمار الوحيد الذي من الممكن السير فيه للخلاص من الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشعوب العربية، والفرصة الوحيدة الباقية لفتح آفاق جديدة أمام الأجيال العربية، بمعنى أن الثورة ستظل بمثابة استثمار للمستقبل العربي وبوليصة تأمين للأجيال في مواجهة نخب هادرت الثروات العربية ودمرت أي إمكانية للنمو والتغيير. ويشهد على ذلك أن الأوضاع العربية باتت سيئة إلى أبعد حد، وليس لدى الثورات المضادة وداعميها أي بديل عن الفساد والاستبداد. مهمتها الأساسية قمع أي تطلع للحرية لتضمن بقاء هذه المجتمعات تحت قبضتها الأمنية، والأهم جعلها تشعر بتأنيب الضمير على تفكيرها بالثورة في يوم مضى. الثورة ما زالت ممكنة، بل هي الخيار القادم في عالمنا العربي، فقد استنبطها ملايين الشباب العربي وهم الآن يعيدون إنتاجها في عقولهم وضمائرهم لإدراكهم أن التغيير لن يحصل لا بضربة حظ ولا بضربة واحدة، والثورة لا زالت ممكنة
لأنها لم تغادرنا بعد وإن تمهلت قليلاً. ولعل الوصف الأدق للحالة الراهنة ما قالته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة ووالدة الناشط المسجون في مصر على عبد الفتاح: كانت الثورة في اللحظة الحالية مهزومة، فهذا لا يعني أنها ستظل مهزومة. موقع قشن نيوز تحدث عن أحد أهم المعالم الأثرية في سقطرة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي مستوطنة حجرة الواقعة على ضفاف وادي شق الذي يصب في الساحل الواقع بجوار قرية شق العاصمة القديمة لسقطرة. وعنوان الموقع: مستوطنة حجرة في سقطرة ماض عريق يحوله الإهمال إلى أطلال. تتكون المستوطنة من بقايا مبان لغرف تقع داخل مبنى مستطيل الشكل والسور يحيط بها وعشرات القبور غير الإسلامية التي تقع إلى الشرق من المستوطنة. حظيت المستوطنة باهتمام خارجي قبل سنوات حيث زارتها البعثة الروسية في العام 2008. قامت بأعمال الحفر والتنقيب والمسح ووجدت العديد من اللقى الأثرية المتنوعة وأغلبها صنعت محلياً، والقليل منها تم استيراده من خارج الجزيرة. يؤكد الباحثون أن المستوطنة كانت مركزا تجاريا مهما يتم فيه تبادل البضائع والمنتجات المحلية، حيث اشتهرت سقطرة قديما بمنتجاتها المحلية المهمة حينها مثل اللبان الذي يورد للمعابد والكنائس في إفريقيا والهند وغيرها من بلاد العالم. وكذلك كانت تنتج وتصدر دم الأخوين والسمن والعسل والصوف وغيرها. كان السقطريون يأتون بتلك المنتجات إلى المركز التجاري الواقع في حجرة لتتم هناك عمليات الشراء والتصدير عبر البحر، ويأخذ السقطريون قيمة المنتجات هناك من مواد غذائية وملابس وغيره. ومما يدل على أن تلك المستوطنة كانت مركزا تجاريا أن البرح كانت تدخل إلى وادي حجرة من ساحل شق، وكانت السفن تمر في الوادي لترسو بجوار المستوطنة. ويحكى عن بقايا لمراسي كانت ترسو بها السفن، وظلت بقايا تلك المراسي إلى عهد قريب. ويذكر الخبراء أن تلك المستوطنة كانت قد ازدهرت في عصور ما قبل الميلاد، واستمر ازدهارها إلى القرنين 15 و16 بعد الميلاد. وهذا يعطي دلالة واضحة على تاريخ تلك المستوطنة وقدم حضارة الإنسان السقطري. لم يبقى من تلك المستوطنة سوى بضع أحجار الأساس، كما أن جزءا كبيرا منها قد طمرته المباني الحديثة التي أحاطت بها، خاصة في الجهة الشمالية الشرقية منها. ما تبقى من معالمها لا يزال في خطر، فهي تتناقص يوما بعد آخر بسبب الإهمال. وفيما تزحف المباني الحديثة نحوها لا يزال مواطنون يأخذون من أحجارها وطينها المتبقي. تحتاج المستوطنة وقبورها إلى بناء سور يحميها للحفاظ عليها من زحف المباني ومن الأيادي العابثة التي طالت كل شيء. جميل، كما أنه من الأهمية جلب الخبراء لغرض التنقيب وكشف مزيد من الأسرار عن تلك المستوطنة المهمة. من تسبب بانفجار مطار عدن؟ هذا ما طرحته صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها المنشورة اليوم، والذي جاء فيها: من يسيطر على عدن فعلياً هي ميليشيات يتلقى أغلبها التمويل والدعم العسكري والأمني من قبل أبوظبي، وهذه الميليشيات ترفع لواء انفصال الجنوب عن الشمال، غير أن الحكومة الجديدة تضم 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب. وبالتالي فإن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ممثل فيها، وبالتالي فلا يبدو أن هناك مصلحة للانفصاليين الجنوبيين في ضرب الحكومة التي صاروا ممثلين فيها. تصب العملية إذن في مصلحة جماعة الحوثيين المتحسبة من توافق اليمنيين ضدها، أو من جهات اضطرت للموافقة على اتفاق الرياض الذي أدى لإنشاء الحكومة، لكن لديها أو لدى رعاتها الإقليميين حسابات أخرى تدفعها لإثبات فشل هذه الحكومة وعدم قدرتها على إدارة شؤون عدن. فما بالك بإدارة شؤون البلاد بمجملها أو بمواجهة الأعداء الإقليميين، سواء أكانوا يتلقون أوامرهم من طهران أو يتلقون أوامرهم من أبوظبي. يعتبر هذا أول امتحان حقيقي لمدى قدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع الوضع الانفجاري في اليمن، وربما ستكون نجاة أفرادها من الحادث الخطير أسهل من المهمات القادمة التي تنتظرها، وعلى رأسها تأمين الاستقرار الأمني في المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب والشمال، ومواجهة الهجوم الحالي للحوثيين على مأرب، وتقديم نموذج حقيقي للوحدة اليمنية التي تعرضت لامتحانات كبرى من الحرب الأهلية عام 1994
التي خلقت جرحا كبيرا بين شطري اليمن وانتهت عمليا بإخضاع الجنوب للشمال في ظل حكم الدكتاتور الراحل علي عبد الله صالح، وكانت أحد الأسباب الكثيرة لاشتعال الثورة اليمنية عام 2011. أجبرت الأم على الذهاب إلى المستشفى بينما كان الأب في عمله ولا يستطيع مغادرة نوبته الليلية، معضلة كبيرة واجهتها عائلة في إحدى المقاطعات الألمانية، ولم تجد هذه الأسرة غير الشرطة لمساعدتها. يعنون موقع الدي دبليو الألماني: جليسة أطفال حين تكون الشرطة في خدمة الشعب. كانت شرطة منطقة فرانكفرونيا العليا الواقعة في ولاية بافاريا الألمانية قد تلقت اتصالا من الأب طلب فيه المساعدة ومجالزة أطفاله الستة إلى حين عودته هو أو زوجته إلى البيت. كان الأب يعمل ضمن وردية الليل. الشرطة من جهتها لبت النداء وبقيت حتى صباح اليوم التالي برفقة الأطفال. ونقل الموقع موقع دي دبليو عن المسؤولين قولهم إن رب الأسرة كان يخشى فقدان وظيفته ولهذا لم يتمكن من العودة إلى المنزل ورعاية الأطفال. توجهت دورية الشرطة إلى شقة العائلة وبقيت هناك حتى عودة الأب البالغ من العمر 40 عاما في ساعات الصباح، بينما كان الأطفال نائمين في تلك الأثناء. وفقا للبيان فقد قام شرطي شاب بقراءة قصة للأطفال قبل النوم حتى يتخلصوا من القلق والخوف الذي انتابهم بسبب ما حصل لوالدتهم المريضة وليتمكنوا من النوم. خبر منوع آخر ولكن من ذات الدولة من ألمانيا، حيث ذكر بيان صادر عن الشرطة أن أكثر من 20 قطارا في البلاد أوقفت لمدة ساعة تقريبا بسبب بجعة وقفت على خط للسكك الحديدية حزينة على موت رفيقها. وعنون موقع الآرتي: حداد بجعة على موت رفيقها يتسبب في تعطيل حركة 23 أو 32 قطار لنحو ساعة. وأوضح بيان للشرطة المحلية أن الحادث الذي تطلب عملية إنقاذ خاصة على خط السكة الحديدي الرابط بين مدينتي كاسل بولاية هيس وغونتن بولاية ساكسونيا السفلى، وبدأت القصة بتجول بجعتين في منطقة السكة الحديدية الفائقة السرعة، وحدث أن نفق أحد الطائرين، ومن المفترض أنه صعق بتيار كهربائي ولم يرغب الطائر الآخر في مغادرة المكان، كما لم تنجح محاولات متكررة لإبعاده عن المكان الخطر. وبنهاية المطاف حضر رجال الإطفاء لإنقاذ الطائر بمساعدة معدات خاصة. وقال البيان في هذا الشأن: بسبب عملية الإنقاذ تأخر 23 قطارا بنحو 50 دقيقة وجرى إطلاق البجعة في وقت لاحق على نهر فولدا. مجموعة من الصور المميزة نشرتها الجارديا البريطانية نستعرضها في جولتنا المصورة اليوم. العديد من رسومات الكاريكاتير كما نشرتها مواقع والصحف اليوم نتابعها معا. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.